لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في موقع الهيئة نت، مفوضية حقوق الإنسان تدعو السلطات الفنلندية إلى التوقف عن إبعاد اللاجئين العراقيين قسراً. في صحيفة المدى، اللجنة السداسية تختار مرشحين لأربع وزارات شاغرة بموافقة سائرون والفتح. في موقع كتابات، إيران تتحرك لتأمين حدودها ضد أقرب القواعد الأمريكية باستيعاب البرزاني سياسياً واقتصادياً. في الجزيرة نت، بعد إعلان الطوارئ، البشير يعين حكومة تصريف أعمال. في صحيفة العربية الجديد، غضب في الجزائر، تظاهرات غير مسبوقة ضد ترشيح بوتفليقة. في القدس العربية، البشير يعلن حالة الطوارئ لمدة عام ويشكل حكومة لتصريف الأعمال. وفي صحيفة الحياة، الجيش الباكستاني يلوح برد قوي على عبث هندي مع إسلام آباد. السلام عليكم. هناك آلاف العوائل العراقية لا تمتلك أي معلومات عن مصير أبنائهم المختفين والمفقودين منذ عدة سنوات، والاختفاء القسري بحسب المادة الثانية من الاتفاق الدولي يقصد به الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، يتم على أيدي موظفي الدولة أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير المختفي، مما يحرمه من حماية القانون عن المختفين قسرا في العراق، كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. صور الاختفاء القسري في العراق بعد أن سحق الأخضر واليابس وأطلقت يد القوى الإرهابية لقتل واعتقال وإخفاء المدنيين العزل بحجج واهية لا تعد ولا تحصى. وقبل ثلاثة أيام، طالب مركز جنيف الدولي للعدالة المفوضة السامية ميتشيل بيشلي بعرض الانتهاكات في العراق على اجتماع الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان التي تبدأ قريباً، وأن تحث المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصها وصولاً إلى معالجة كل الانتهاكات، ومنها الاختفاء القسري والسجون والمعتقلات ومصير المدافعين عن حقوق الإنسان وحظر الميليشيات. وفي منتصف الشهر الحالي، أكد غيث التميمي رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع أن ميليشيا حزب الله العراقي تحتجز أكثر من 1000 مواطن في سجون سرية، وهم من الرزازة والصقلاوية. وسبق لمنظمة Human Rights Watch تأكيدها عام 2017 أن عدد المفقودين في العراق منذ العام 2014 يصل إلى 1 مليون شخص، وأن اللجنة الدولية لشؤون المفقودين كشفت أن عدد المفقودين يتراوح ما بين 250 ألف شخص ومليون شخص منذ العام 2014. يجب حث حكومة بغداد على احترام القانون الدولي الإنساني وأن تكفل حق العائلات في معرفة مصير أقاربهم المفقودين، وهذا من أبسط حقوقهم، وهي مسألة مؤرقة وتسبب ألماً نفسياً وجسدياً متواصلاً. كذلك عطاء الأولوية في معرفة مصير الأحياء في المعتقلات السرية وضمان تلقيهم معاملة إنسانية حسنة وتأمين اتصالهم بذويهم، ويجب الكشف عن مصير المفقودين حتى وإن قتلوا في أي ظرف كان، ليتسنى لعوائلهم التعامل مع الواقع الجديد وعدم البقاء في أمل الحصول على أخبارهم بينما ذووهم في عالم الأموات، لأن حالة عدم اليقين مؤلمة لذويهم، وبالتالي مواجهة حقيقة مصيرهم أفضل من الانتظار القاتل. يواجه العراق إرهاباً جديداً يفوق في خطره العصابات الإرهابية والمواجهات المسلحة راح ضحيته آلاف المواطنين،
دون أن نرى أي تحركات ملموسة لمواجهة هذا الخطر. الغائب عن بال الجميع حكومة وشعبا 5000 ضحية لقيت مصرعها و 18,000 أصيبوا جراء الحوادث المرورية في عام 2018 وحده، وهو رقم كبير وخطير يفرض على الدولة وضع الحلول المناسبة للحد من هذه الأرقام عن حوادث السير المفجعة في العراق. كتب ثامر الحجامي في صحيفة زمان العراقية إحصاءات تدل على فوضى كبيرة وعدم اكتراث بحياة المواطنين وسلامتهم وعجز الأجهزة المختصة عن تطبيق القوانين والتشريعات التي توقف نزيف الأرواح. تعددت الأسباب التي أدت إلى زيادة الحوادث المرورية، فالعراق شهد طفرة كبيرة في أعداد السيارات حتى لم تعد المدن تستوعب هذه الأعداد الكبيرة. يقابلها تكالك الشوارع والبنى التحتية وعدم إنشاء طرق جديدة تستوعب الأرقام المتزايدة وغياب الرادع القانوني والمحاسبة التي يجب أن تفرض على سواق السيارات المخالفين. نظرة بسيطة إلى شوارع المدن العراقية التي يخلو معظمها من الإشارات الضوئية والعلامات المرورية، فترى هنالك صبياً لم يبلغ السن القانونية يقود سيارة فارهة بأقصى سرعة دون خوف أو وجل، بينما يستمتع بعضهم بقيادة السيارة وهو يستخدم الموبايل دون شعور بما حوله، وجعل بعضهم الشارع جراجاً لسيارته وموقفاً لصعود الركاب تحت أنظار رجل المرور الذي لا يملك حولاً ولا قوة. الغريب أن العراقيين صاروا يطلقون لقب شوارع الموت على بعض الطرق بسبب ما حصلته من أرواح لكثرة الحفر والمطبات التي فيها دون أن يكون هناك معالجات من الجهات المعنية. يتصدر هذه الشوارع طريق بغداد الناصرية جنوبا وطريق بغداد كركوك شمالا، ولا ننسى الطريق السريعة رقم 1 التي شهدت حوادث رهيبة بسبب السرعات العالية التي تصل أحيانا إلى 200 كيلومتر في الساعة. ولكي نحد من هذه الأرقام الكبيرة لابد من إجراءات مهمة، أهمها فرض القانون على المخالفين وتحديد سن السياقة ومنع الذين لا يحملون إجازات سوق وصيانة الشوارع التي أصبحت تغص بأعداد كبيرة من السيارات، والتشجيع على النقل العام بدلا من الخاص، وإزالة التجاوزات على الطرق العامة التي تحولت إلى أسواق لبيع الفواكه والخضر بل وحتى الماشية. يقول الكاتب علاء كامل شبيب في مقال بموقع كتابات: يسعى السائرون على خطى مشروع خميني في العراق من الأحزاب والميليشيات والشخصيات الخاضعة للنفوذ الإيراني من أجل تسليط الأضواء والتركيز على النظام الإيراني باعتباره صاحب دور إيجابي في المنطقة ويشكل جزءا من الحل الأوضاع التي تعاني منها بلدان المنطقة. لكن هذا الرأي العقيم والخائب أثبتت الأحداث والتطورات خلافه تماما، فهذا النظام هو المشكلة الأساسية التي باتت تعاني منها بلدان المنطقة، ناهيك عن أنه يشكل كابوسا دمويا لشعبه. إلقاء نظرة متفحصة على الأوضاع والأمور المختلفة في إيران والمنطقة بسبب السياسات المختلفة ذات الطابع العدواني لهذا النظام، يتبين لنا بأن معظمها طغى عليها المزيد من التأزم والتعقيد، بل وحتى تشعبت من العديد من المشاكل والأزمات، مشاكل وأزمات أخرى بدلا من حلها ومعالجتها. وهذه حقيقة تنطبق على معظم الأوضاع والأمور والمشاكل والأزمات ابتداء من داخل إيران ومرورا بالمنطقة، وأن هذا النظام الذي يطرح نفسه كوسيط وكوسيلة من أجل فك طوق المشاكل والأزمات التي تهيمن على المنطقة يظهر وكأنه يضحك على نفسه قبل أي شيء آخر. لذلك إن معظم ما تعاني منها المنطقة من مشاكل وأزمات إنما يتعلق بصورة وأخرى به وبسياساته المشبوهة. وفي داخل إيران وفي خضم العقوبات الأمريكية والأزمة الطاحنة للاقتصاد الإيراني قبل العقوبات، فإن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية قد سارت نحو أسوأ ما يكون، وأن نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر في ارتفاع مستمر إلى الحد الذي صار فيه الشعب الإيراني يسكن في المقابر وعلب الكرتون. ليس من المهم أن يطرح أي امرئ نفسه كجزء من حل أي مشكلة مطروحة، وإنما الأهم هو أن يتم إثبات ذلك واقعياً وتجسيده بصورة عملية.
وإن هذا النظام وطوال الأعوام المنصرمة لم يتمكن أن يثبت حقيقة أنه جزء من الحل، وكل الذي قام به هذا النظام لحد الآن هو إضافة المزيد والمزيد من المشاكل والأزمات على قائمة المشاكل والأزمات المتراكمة إيرانية وإقليميا. وإن العالم عموما والمنطقة خصوصا صاروا يدركون جيدا بأن هذا النظام كان وسيبقى أساس المشاكل والأزمات في إيران والمنطقة بعينها، وليس الحل أبداً، وإن حل كافة مشاكل إيران والمنطقة كما أكدت المقاومة الإيرانية دائماً يكمن في إسقاط هذا النظام وإنهاء دوره الخبيث والمشبوه. لم يشارك العراق في مؤتمر السلام والأمن في الشرق الأوسط في وارسو، فلم توجه إليه دعوة لحضوره من الإدارة الأمريكية التي يبدو أنها أوصلت إلى بغداد تفهمها وضع الحكومة العراقية الخاص تجاه طهران، وأنها تعي حجم التغلغل الإيراني في دائرة صنع القرار العراقي وتأثير ذلك على سير جلسات المؤتمر ونتائجه، بحسب الكاتب فارس الخطاب في مقال بصحيفة العربي الجديد جاء فيها: خرج العراق من دائرة الضوء منذ فقد سيادته الفعلية، وعليه فإن دولا كثيرة تعلم جيدا ألا قدرة لدى حكومات العراق على الإيفاء بتعهداتها أو التزاماتها تجاه قضايا تخص الأمن القومي العراقي، لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران. انقسم العراق شعبيا وكما هي ظروفه منذ العام 2003 بشأن مؤتمر وارسو قبل انعقاده وفي أثنائه وبعده، فالأغلبية الشعبية تؤيد أي عمل يوقف المادة الإيرانية وتوسع الإيديولوجي والعسكري له مهما كان مصدر هذا العمل، بل يعلنونها صراحة أنهم لا يمانعون في أن تقوم الولايات المتحدة بذلك، مبررين ذلك بقولهم بأسهم بينهم. وقد يكونون محقين في هذا التوجه العاطفي، ذاك أن الشعب العراقي ذاق الأمرين من النظام الإيراني ومن الاحتلال الأمريكي وتبعاته، ويعتبر هؤلاء الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العام 2005 جزءا رئيسا من نفوذهما على وطنهم. وهناك مجموعة من النخب السياسية ترى أن البلد وبحكم موقعه الجغرافي وحجم تأثره بالنفوذين الإيراني والأمريكي كان يفترض به أن يشارك في مؤتمر وارسو لبيان رأيه. ومن وجهة نظر محايدة لبعض المحللين، فإن هذا الرأي تغيب عنه البصيرة والسداد في التفكير الاستراتيجي، ذاك أن الإدارة العراقية مسلوبة الإرادة السياسية وفاقدة للقدرة على إحداث التغييرات المطلوبة على الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه. يضيف الكاتب: تم اجتثاث العراق من الخريطة الدولية بقرار صهيوني إيراني ومن بعض الدول العربية أيضا، ولذلك كل شيء تحت هذه الخيمة المغلقة التي ضربت عليه منذ 16 عاما يمثل واحدا من أوجه الإغال في التعتيم والتجهيل. ومن ذلك لا غرابة أن نرى تجاهل الإعلام العراقي بشكل كامل مؤتمر وارسو، وغياب الموضوع أيضا عن تعليقات الخارجية العراقية ماذا لو، وأعضاء مجلس النواب حضر العراق بصيغته الوطنية مؤتمر وارسو وشرح للحاضرين حجم الضرر الذي سببته سياسة واشنطن تجاهه، وكيف سلمت الولايات المتحدة هذا البلد على طبق من ذهب لطهران ومنظومتها العقائدية والسياسية والأمنية، وإلى أي مدى يمكن لحرب أن تقوم على إيران من دون مساهمة العراق المستقل القوي الموحد. أيها العرب، لا تحلموا بحرب إسرائيلية إيرانية، هكذا عنون الكاتب فيصل القاسم مقالته في صحيفة القدس العربي. فقد تصاعدت في الآونة الأخيرة الضربات الإسرائيلية للمواقع الإيرانية في سوريا، وارتفعت حدة التهديدات بين الإيرانيين والإسرائيليين، ومما زاد في رفع حدة المواجهة أن أمريكا وإسرائيل رتبتا مؤتمرا دوليا في وارسو بمشاركة أنظمة عربية لمواجهة الخطر الإيراني. هذه الأجواء المحمومة جعلت الكثيرين يتوقعون أن تشتعل الحرب بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، لكن السياسة علمتنا ألا نأخذ أبداً بظاهر الأمور مهما كانت مشتعلة إعلامياً، فالحقيقة لا تجدها في وسائل الإعلام ولا في التصريحات السياسية النارية، بل تجدها على أرض الواقع. وقد أخبرنا الفلاسفة الإغريق ألا نركز على ما يقوله الساسة بل على ما يفعلونه على الأرض.
قالها لي باحث سوري كبير يعيش في أمريكا منذ الأيام الأولى للثورة السورية وهو مؤيد للنظام بطريقة ذكية. قال لا تتفاجأوا بالتغلغل الإيراني المتزايد في المنطقة عموما وسوريا خصوصا، فهنالك اتفاق بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى يسمح لإيران بالتمدد واستعداء العرب للتخفيف من العداء العربي لإسرائيل. بعبارة أخرى، هناك اتفاق بين إسرائيل وإيران على تقاسم العداء مع العرب، فبدلا من أن تظل إسرائيل البعبعة والعدو الوحيد للعرب في المنطقة، تتقاسم العداء مع إيران بحيث يخف الضغط على إسرائيل. ولو نظرنا الآن لوجدنا ثمرات هذا الاتفاق على الأرض، ألم يصبح غالبية العرب ينظرون إلى إيران على أنها أخطر عليهم من إسرائيل؟ وبالتالي فإن كل العداء هذا الظاهر بين الصهيوني والصهيوني مجرد ضحك على الدخون. أما الخوف الإسرائيلي من الوجود الإيراني في سوريا ولبنان فقد أصبح نكتة سمجة لم تعد تنطلي على تلاميذ المدارس. لو كانت إسرائيل تخشى من إيران وميليشياتها الطائفية في سوريا لما سمحت هي وأمريكا لتلك الميليشيات بدخول سوريا أصلاً. ومن سلم العراق لإيران على طبق من ذهب لا يمكن أن يعرقل التغلغل الفارسية في سوريا، ومن يخشى من حزب الله في لبنان لا يمكن أن يسمح لإيران بإنشاء 1000 حزب الله في سوريا. ولا ننسى أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي قال قبل أيام إن إيران لا تعتبر أمريكا الشيطان الأكبر، بل تعتبر فقط ترامب وجماعته، مما يفضح كل تلك اللعبة التي يلعبها الصفاينة والصهاينة على العرب منذ عقود بحسب الكاتب. على مشارف دخول الأزمة السورية عامها الثامن، ساد الانطباع بأن النظام في دمشق في طور تحقيق انتصار ناجز، وأن التطبيع العربي الذي بدأ مع زيارة الرئيس السوداني عمر حسن البشير سيتواصل، وأن تركيا والقوى الغربية المناوئة له ستسلك نفس النهج. لكن في موازاة القرار الأمريكي في ديسمبر الماضي بالانسحاب من سوريا وتفاعلاته، لجمت واشنطن الاندفاع العربية أو بعض الحماس الأوروبي باتجاه إعادة الوصل مع دمشق، بحسب الكاتب خطار أبو دياب في مقال بصحيفة العرب اللندنية. على غرار البلبلة ضمن ثالوث مسار أستانا، يسود التخبط التحالف الدولي ضد داعش، لأن الجانب الأوروبي رفض طرحا أمريكيا يقضي بالبقاء إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ولعب دور أساسي في الفصل بين الأتراك والأكراد أو في تكوين المنطقة الآمنة. ويبدو أن طلب واشنطن جاء بعد عدم التأكد من تمرير أفكار بديلة مثل إشراك البيشمركة من كردستان العراق أو قوات تابعة لرئيس الائتلاف المعارض الأسبق أحمد الجربة، أو للتيقن من صعوبة التوسط بين أنقرة والأكراد السوريين من جماعات الاتحاد الديمقراطي والحماية الكردية، نظرا للارتباط العضوي مع حزب العمال الكردستاني العدو رقم واحد لتركيا. كذلك سقطت عمليا كل الأفكار حول دور للمنظمة منظمة الأمم المتحدة من أجل إقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع تركيا على غرار قوى حفظ السلام حول العالم المنتشرة، وتراجع سيناريو مصالحة الأكراد مع النظام برعاية روسيا نظرا لشروط النظام ولعدم حماسة طهران من جهة ورفض واشنطن القاطع من جهة أخرى. من الواضح بعد كل المناورات أن واشنطن رفضت التنازل لأنقرة لأنها تريد الاحتفاظ بالورقة الكردية السورية أو بجزء منها. خلال 8 سنوات انقلبت كل المقاييس في بلاد الشام، وكانت التغريبة السورية عنوان تغيير وجه الإقليم وصولا إلى التوازنات المهتزة بين الولايات المتحدة المتخبطة والمنهكة وروسيا القلقة والمصممة وأوروبا الضعيفة والضائعة. وأما الخسارة الصافية فكانت للحصانة العربية ولسوريا دولة وشعبا قبل ربع الساعة الأخير وبعده وحتى إشعار آخر. ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أن خبيرة فضاء ألمانية متطوعة في مشروع بقيادة ناسا اكتشفت النجم القزم الأبيض الأقدم والأكثر برودة فيما يعرف حتى الآن، والمحاط بشكل كبير بالحطام والغبار. وكانت ميلينيا تيفينوت أحد المتطوعين الذين قاموا بفرز البيانات التي سجلها تلسكوب الفضاء التابع لناسا كجزء من مشروع عوالم الفناء الخلفي، واكتشفت بقايا بحجم كوكب الأرض لنجم ميت، وذلك خلال بحثها في سجلات وكالة الفضاء الأوروبية.
وكانت الخبيرة الألمانية تبحث عن أقزام بنية اللون، وهي أجرام تزيد في الحجم على الكواكب ولكنها تقل عن النجوم، عندما وجد شيئاً أكثر بريقاً وأبعد مسافة. وقالت ناسا إن القزم الأبيض يبعد نحو 145 سنة ضوئية في مجموعة الجدي النجمية، ويبلغ عمره نحو 3 مليارات عام، استناداً إلى درجة حرارته التي تبلغ 5800 درجة مئوية. ويعتقد العلماء أنه يمكن أن يكون هذا أول قزم أبيض له عصابات متعددة من الغبار. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.